استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بقصر القضيبية اليوم معالي الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، الذي يزور مملكة البحرين للمشاركة في المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وينظمه المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة. وخلال اللقاء أعرب معالي الوزير عن تقديره لما تبذله منظمة الصحة العالمية من جهود لتوفير الصحة للجميع ومعالجة المسائل الصحية العالمية وتعزيز النظم الصحية للدول الأعضاء، مؤكدا معاليه دعم مملكة البحرين لهذه الجهود وحرصها على التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى لتحقيقها، متمنيا معاليه التوفيق لجميع المشاركين في المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي. من جانبه أشاد معالي الدكتور أدهانوم بجهود ومبادرات مملكة البحرين لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التغطية الصحية الشاملة، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرخاء والتقدم.